تحت غطاء العمل الحقوقي، تستمر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في ممارسة عمليات تشويه للحقائق وتزوير للوقائع عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل مصر. وفي سبيل ذلك وظفت الجماعة بعض المنظمات والأفراد وخلقت كيانات وهمية واسندتها إلى أعضائها من مختلف الجنسيات. ومؤخرا حاولت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن تهيئ للكيانات الإخوانية الوهمية ترويج أكاذيبهم داخل إحدى جلسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ليتم ترويج تلك الواقعة لاحقا كنصر إخواني. محاولة المنظمة المستأجرة من جانب الإرهابية ومن ورائها فشلت تماما بسبب رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أيمن نصري الذي كان من الحاضرين في تلك الجلسة، وأقام من منطلق وطني بتفنيد ما طرحته أذناب الإخوان حول الاختفاء القسري والقتل خارج القانون وغيرها. مش هتكلم عن الأرقام اللي ذكرت فيها المدخلات، أنا من نظري إن الأرقام صدرت عن بعض المنظمات الاساس ملف حقوق الانسان، لانه تحديدا الاختفاء القسري في ارقام اتذكرت بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، ولكن حتى لجنه الاختفاء القسري بالمفوضيه الساميه لم تعترف بهذه الارقام ولم تؤكد هذه الارقام. فمن وجهه نظري انه اللي يقدر يحدد الموضوع ده او اللي يقدر يقول اذا كانت الارقام صحيحه ولا هي المفوضيه ولجنه الاختفاء القسري، كمان الارقام الخارجه عن الاعتقاد الخارج نطاق القانون والقتل خارج نطاق القانون. انا حاليا وجهه نظري انا شايف ان في استمرار لتاسيس ملف حقوق الانسان بعد ثوره 30 يونيو. الأمر المثير للسخرية أنه في الوقت الذي لا تكف فيه عناصر تنظيم الإخوان الحقوقية عن ترويج أكاذيب مضللة عن مصر ومؤسساتها الوطنية، تتعامى تماما أن ترى حجم ونوعية التنكيل الذي يمارسه النظام التركي ضد مواطنيه لمجرد الاشتباه. فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 اعتقل الإخواني أردوغان عشرات الآلاف وأقال مثلهم، من بينهم قضاة وضباط جيش ورؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان، فضلا عن إغلاق مئات المؤسسات التعليمية وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية. أما في قطر فحدث ولا حرج، حيث يساوي انتقاد النظام الحاكم تجريد قبيلة كاملة من الجنسية القطرية وسلب كافة حقوقهم في نفس اللحظة التي تقوم فيها الدوحة بمنح الجنسية للإرهابيين، هذا فضلا عن غياب أي شكل من أشكال الرقابة أو المحاسبة. فلا برلمان منتخبا ولا إفصاح عن حجم ثروات النظام التي اكتنزوها من ثروات الشعب القطرية لينفقوها على أهوائهم أو ينشروا بها التطرف والعنف حول العالم.